اسمه الرفيق. مباشرة قبل ترديد الشعار كون عنكم الاجتماع. على عيني وراسي. لا الله معك مع السلامة. معقول يضل يوافق؟ سهلة بالورد وصحاب الورد. سلام الله يا ست سوزان، أنا عبان عليكي وعتب يا لقدو. معقولة؟ كل الموظفين اجوا لعندي وباركوا لي بالإدارة. إلا حضرتك لازم يعني نبعت وراكي لحتى تشرفيهم شوبك. ما تآخذني، كنت مشغولة شوي. إن شاء الله ألف مبروك ومنه للأعلى. للأعلى؟ أنت بس لو تعرفي شو هذا الأعلى بالنسبة لي. تعرفي شو الأعلى؟ شو الأعلى؟ أنت سوزان، أنت الأعلى. إيه لا تطلعي فيني هيك، أنت الأعلى. أحلف لك بالله، والله أنت الأعلى. بالمناسبة فكري، أنا عازمك لتعال نتغدى هيك بشي محل رواه ونحكي فيه بهذا الشيء اللي اسمه أعلى، شو رأيك؟ أنا رأيي قلت لك يا وما رح يتغير لو شو ما عملت. صار لي فترة عم حاول فهمك إني أنا مرة متزوجة ومرتاحة ومبسوطة كتير مع زوجي وما بصير تحكي معي بهيك موضوع. وهلأ رح أرجع قلك بكل وضوح، أبو معتصم اعتقني، اعتقني تركني بحالي لأنه ما رح يصير شي من اللي بدك ياه. أحلى شي فيكي إنك بتعرفي شو اللي ببالي. إن شاء الله ما تندمي. تفضل يلا معك، نادي لي فرح طريقك. يلا أبو الفدا تعال عندي شوي. ياكي تجهزي لي قرار بإحالة السيدة سوزان على التحقيق. ليش خير؟ شو في أستاذ؟ خلص في تجاوزات كثيرة، أنا بدي أحط لها حد بقى. بدي أفصلها نهائياً من المؤسسة، بتجهزي لي قرار بهالشيء كمان. أنت بتعرفي مكافحة الفساد، ما هيك؟ هيك. الله معك. أمرك أستاذ. يا أستاذ فارس، يعني أنتوا عن جد غريبين. حضرتك عم تقول إنه الأستاذ صبحي عضو بنقابة الفنانين من سنين طويلة. والزلمة ملتزم بتسديد اشتراكاته، بقى حقه على النقابة إذا مرض يتعالج، ما هيك؟ نحن حريصين على حياة الأستاذ صبحي، بس تكاليف العملية عالية وصندوق النقابة ما بيتحمل. نحن العلاج الكيماوي عم ندفع فيه ديك الحسبة. أنا حأرفع طلب رسمي مع أني متأكد من الرسم.